صباحك الله بالخير. يا مرحبا ومسهلا. كيف استعدادك لبداية هذا الموسم؟ الحمد لله، والله ما استعداد أي مشارك في بداية الموسم، نسأل الله التوفيق إن شاء الله. مستعدين على قد الخبرة وعلى قد هنا، ولكن كل مجتهد. والله الحمد لله الأمور طيبة والإقبال، يعني بما أنه في أول مركاض تكون كأنك في الختامي. والله إن شاء الله المطاية إن شاء الله مستعدة وجاية الحين من مقيضها، والأمور إن شاء الله طيبة. قد شاركت مشاركة واحدة في أبوظبي، واللهم لك الحمد، توفقت الهجن منها ناقص، بقت في التسعيرة وتوفقت وخذوها الشيوخ الله يوفقنا وياهم، ومطية ركضت في شارع الطحنون وسبقت بعد وراحت، والتوفيق على الله إن شاء الله، والمفاجآت إن شاء الله غادبة. الناس مستعدة وحاسبت له حساب الميدان الشحانية من فترة، من أول تمهيدي ثاني تمهيدي، ناس مستعدة، وما شاء الله لو تلاحظ أنت بتحصل اليوم آخر يوم زحمة وايد، مشاركين كثار ما شاء الله من كل دول الخليج. موسم الجديد نستعد له، جعله علينا بالخير والإيمان يا رب العالمين، طاعة الرحمن، وترصيص تسنين تشبيه وتثبيت الحلال. الناس كلهم متواجدين ذا الحين، من الإمارات، من السعودية، من قطر، كلهم بالاستعداد التام. جاي تسجل مطاي؟ سجلت يا جر الله؟ سجلت في جميع الأشواط. والله الإقبال مثل ما تشوفون الحين واجد، وهو آخر يوم المفروض أنه يصير أخف يوم. طرق عادية مسجلة هي من قبل بشرايح وأساميهم ورقم بطاقاتهم، يأخذ رقم ومثل ما تشوف. وجاينا زوار من الإمارات ومن أخواننا من السعودية، والمهرجانات قطر اعتدنا عليها، المحلي كنا مهرجان ختامي. شوفك جاي للتسجيل، جاي تسجل حلال سعود؟ اي نعم، هذا الحين جاي مرحلة سنية الصغيرة في الحقائق واللقايا ان شاء الله، والمطية الكبار للدور اللي بعده ان شاء الله. ابدا تسجل عند المكتب يعمل لك موعد، يحولك علينا هنا، تجي هنا سهل لك الامور باذن الله تعالى، يجي حشيك نشبه ونسنن تشبيه يعني كتسنين، وعقبه ترصيص، عقبه يقسم عليها راعيها انها حقه على حل. والله مسجل عندي حلال، بيشارك ان شاء الله في اللقايا وفي الجذاع وفي الفطاميين بعد، الحقائق بعد الصغار بعد، نسال من الله التوفيق ان شاء الله. راشد انت اشوفك جاي في مكتب التسجيل، انت جاي تسجل مطايا ولا؟ والله نسجل مطايا ورزق رب العالمين. نعم. عبد الله، الفوز في ميدان الشحانية شان للمشاركين، طعم غير، وبالاخص التمهيدي الاول والتمهيدي الثاني ما شاء الله يعطيك ريحية. أكيد، ما دام أن التسجيل بهالقوة والكثرة أكيد أن التخوف موجود، وكل واحد يحس بحساب الثاني ويحس بحساب الانطلاقة الأول والأخير. والله الموفق سبحانه. والله التخوف موجود، زحمة المشاركين وقوة المشاركين، خصوصا عند الناس ضيوف جايين من الطائف وجايين من الإمارات ومشاركين عدة مشاركات بين قطر، عندنا من أول مشاركة، فلا بد من التخوف يكون موجود، اللي ما يخاف ما يسبق. نعم. والله بالنسبة لكل سنة لا، السباق المحلي الأول، السنة هذه أكبر عدد يجينا في التسجيل السنة هذه.